وصار وتناقلته وسائل الإعلام وبات الناس يدوكون ويخوضون ما الذي يجري الآن في أثيوبيا أرض الحبشة دار الهجرة الأولى التي احتضنت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثيوبيا ثاني أكثر الدول من حيث عدد السكان في أفريقيا. أثيوبيا 65% من سكانها من المسلمين، جاوزوا أكثر من 40 مليون. منذ أيام وقعت مشكلة وهي أن عددا من العلماء والدعاة وطلبة العلم زج بهم في السجون. ما الذي جرى وما هي الأسباب التي جرت إلى هذه الحادثة؟ أليست الحكومة الأثيوبية قامت ثورة على الظلم والبغي والاستبداد والطغيان، على الحكومة السابقة التي مارست ألوان الاستبداد والكبت والقمع، فلماذا عادت ليقع منها ما يشابه ما أنكرته على الحكومات السابقة؟ مسلمو أثيوبيا في ظل الواقع الذي تنفسوا فيه والذي تعلموا فيه والذي انتشروا فيه والذي باتوا يجدون أنفسهم، مع أنهم أكثر من 65% يجدون أنفسهم وجودا فاعلا حقيقيا في المجتمع الأثيوبي. مسلمو أثيوبيا ضربوا أروع الأمثلة في التعايش مع أبناء الطوائف الأخرى من النصارى وغيرهم. مسلمو أثيوبيا كانت مساجدهم ومدارسهم صلة ورحمة وعطفا وامتدادا للتكافل والبذل والعطاء للمسلمين وغير المسلمين. ما الذي جرى وما الذي تغير؟ ولماذا يفرض على مسلمي أثيوبيا منهج الأحباش المستورد ليفرض قسرا وقهرا وجبرا ليكون بديلا عن الإسلام الصحيح الحق؟ أليس المسلمون في أثيوبيا من الشافعية أتباع المذهب مذهب الإمام الشافعي؟ فلماذا يفرض عليهم مذهب آخر ونحلة وبدعة ضالة مضللة لا يجدون لها دليلا ولا أصلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حول هذا الأمر سنطرح الحديث مع أصحاب الفضيلة المشايخ الذين ذكرتهم تباعا قبل قليل، وأبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي ليحدثنا عن مقدمة بين هذا الحدث ومن ثم ما الذي جرى تحديدا في أثيوبيا وبوجه أخص في الأولية حيث تداعت الأحداث وأصبح الناس في لحظة واحدة الكل ساخط غاضب لا يقبل ولا يرضى بهذا الأمر، وربما يتداعى الأمر إلى ما لا يحتمل ولا يقع في الحسبان أو لا يتصور في الحسبان. من هنا نسمع من أصحاب الفضيلة ما يشفي الغليل بإذن الله عز وجل. تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أبدأ حديثي بسؤال الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين آمين في كل مكان، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يذل أعداء الدين آمين، ويجعل راية الإسلام عزيزة منيعة في كل مكان، ويجعل شهادة أن لا إله إلا الله خفاقة في الأرض والسماء والقلوب بعونه تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإسلام كما لا يخفى قديم في أثيوبيا منذ بدء الإسلام، وقد كانت ثاني أرض أعلنت فيها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد أرض مكة هي أرض الحبشة التي تسمى الآن رسميا بأثيوبيا. ولن أتحدث عن تاريخ الإسلام في أثيوبيا، فلعل في هذه الجلسة من هو أعرف مني به، لكنني سألمع قليلا إلى نوع الصراع في أثيوبيا. نوع الصراع في أثيوبيا هو صراع ديني لا شك في ذلك، والصراع الديني في أثيوبيا منذ القدم قديم الزمن، ومن أقدم ما يعرف من عداوة نصارى الحبشة للإسلام ما كان من الحملة على مدينة جدة في سنة 84 هجرية، حينما استغل إمبراطور الحبشة آنذاك انشغال الدولة الأموية بفتنة عبد الرحمن بن الأشعث التي كادت أن تعصف بالدولة في ذلك الزمان، وأرسل كتائب يقال إنهم من القراصنة إلى جدة، فقتلوا كل من كان في ذلك الميناء من
الحجاج المعتمرين والزائرين والصيادين وغيرهم. وعندها جرد عبد الملك بن مروان رحمه الله حملة بحرية إلى جزائر البحر الأحمر التي على بوابة باب المندب والمحاذية للحبشة في ذلك الزمان، وأقام فيها حاميات بحرية إسلامية استطاعت أن تحمي البحر الأحمر طيلة 12 قرنا حتى مجيء البرتغال. كان لفعل عبد الملك بن مروان في ذلك التاريخ السحيق من تاريخ الأمة الإسلامية أثره إلى قرب العصر الحاضر ولله الحمد. ننظر إلى أن المسلمين دائما كانوا يعانون بالرغم من أن كونهم أكثرية في أثيوبيا، هناك إحصاءات وهناك تعداد للسكان يقال إنهم 38%، والحقيقة أنهم أكثر من ذلك كما يشير الواقع في أثيوبيا أنهم أكثر من ذلك بكثير. المهم أن الصراع كان نصرانيا إسلاميا. ملكة الحبشة في القرن الثاني عشر الهجري كان اسمها إيميلي، أرسلت إلى إمبراطور أو إلى القائد البرتغالي ابن فاسكو دي جاما، البحار اسمه كريستوفر دي جاما ابن فاسكو دي جاما، أرسلت له تحمد مواقفه من المسلمين الكفرة وتدعو البرتغال إلى مساعدة إمبراطورية الحبشة على استئصال هذا الإسلام البغيض، الإسلام الحاقد، الإسلام الحاسد. أو رسالتها موجودة، ذكرت فيها أوصاف شنيعة لهؤلاء المسلمين الكفرة. استمرت الاضطهادات للمسلمين حتى قامت مملكة إسلامية عظيمة جدا، الحقيقة لا يوجد في أدبياتنا في العالم العربي كلام كثير عنها سوى ما سطره شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الإسلامي. كانت سلطنة إسلامية عظيمة تسمى مملكة رباح، وقد عندما نقرأ يعني ما فعله السلطان رباح في أثيوبيا وفي جنوب السودان وفي تلك المنطقة من إعزاز لكلمة الحق وكلمة لا إله إلا الله، نتذكر ببطولاته وفتوحاته وأعماله الخيرة ما عمله القادة المسلمون في الشام وفي المشرق الإسلامي بشكل عام، صلاح الدين الأيوبي وغيره من فتوحات ومن إنقاذ للمسلمين. وأتمنى الحقيقة على المؤرخين المسلمين أن يبرزوا هذه السلطنات وهذه الانتصارات التي ظلت آثارها قوية حتى بوادر الاستعمار الإيطالي للمنطقة. الشاهد من هذا أن جذور الإشكالية هي عصبية أو عصبية دينية في الحقيقة وتعصب ديني، وليست قضايا كما يقال قضايا حقوقية أو غيرها. دكتور محمد، نعم. الحكومة الحالية حكومة علمانية، نعم. وهي يعني جاءت وقامت بالثورة ضد الحكم السابق ضد مانجستو، نعم. من أجل الثورة على البغي والظلم والعدوان ومنح الناس الحرية وتكفل الحرية العامة في الدين والمعاملات، نعم. والعلاقات وغير ذلك. فيعني لماذا انقلبت الحكومة الحالية على مبادئها التي هي بدورها منقلبة على الحكم السابق؟ يعني هل الصراع الديني رغم مظلة العلمانية لا زال متجذرا في نفوس يعني بعض الفئات حتى تضيق على المسلمين هذا هو الحد؟ الصراع الديني والصراع أيضا العنصري العرقي، نعم. تعرف أنت بالرغم من أن الحكومة مثل ما تقول ديمقراطية، إلا أن طائفة التيغراي هم المهيمنين على مفاصل الحكم في الدولة في أثيوبيا، نعم. وبل حتى عندما سلم الحكم في أريتريا، استقلت أريتريا وسلم الحكم للأريتريين، اختيرت هذا العرق، عرق التيغراي، لكي يتولى الحكم أيضا في أريتريا، مع أن الثورة كانت إسلامية ولم تكن الثورة ضد الهيمنة الأثيوبية وضد وشارك المسلمون في الثورة، نعم. على مانجستو أيضا، نعم، وشاركوا أيضا في الثورة على مانجستو. لم يعني يعطوا في عهد ميل الزناوي في بداية العهد، وجد المسلمون كثير من التنفس ومن الحرية ومن السماح
بالدعوة، والدعوة فيما بينهم، يعني ليس نشر الدين للآخرين ولكن الدعوة وإعادتها فيما بينهم. كانت هناك تحذيرات صليبية عالمية من ما يسمونه الإرهاب. نعم. وهذا الإرهاب جعل الحكومة تعتمد فكرة جديدة لإضاعة الإرهاب، وهو تولية فرقة الأحباش، استخدامهم من لبنان لكي يتولوا المجلس الإسلامي الأعلى، في يتولوا أغلبية القائمين بالمجلس الإسلامي الأعلى، ولاعتقادهم أن قرارات الأحباش أو فكر الأحباش سوف يؤدي إلى عولمة الإسلام، إلى الإسلام العلماني، وهو من أفكار فرقة الأحباش الحقيقة، لأنها تدعو إلى إسلام علماني، إسلام بعيد عن السلطة، بعيد حتى عن ممارسة الشعائر بشكلها الذي يمارسها أهل السنة والجماعة بشكل كامل فيه، مع أنهم حتى الأحباش ينسبون أنفسهم إلى المذهب الشافعي، وينسبون أنفسهم في العقائد إلى المذهب الأشعري، ولكنهم بالرغم من ذلك لا يعملون بهذه الأعمال، بل يمططون الإسلام، بل حتى وصل بهم الأمر إلى بعضهم إلى أن أفتى إلى بأن تكون الصلاة مرتين في اليوم، وأشياء في قضايا الزواج، وأشياء يعني أنفها المسلمون الحقيقة. الشاهد من هذا، نختصر الكلام، أن المسلمون في أثيوبيا أنفوا من هذا الفرض من طائفة الأحباش للتعاليم، محاولة تغيير التعاليم والفكر الديني الذي يعمل به أهل الحبشة، وثاروا وتمردوا على هذا، وطالبوا الحقيقة بمطالبات عادلة، وهي مطالبة بإعادة الحقوق والحريات. لم يحصل منهم حمل سلاح، لم يحصل حتى منهم مظاهرات مليونية كما حصل في بعض البلاد، بل حصل منهم تجمع في مساجدهم، لكن هذا التجمع في المساجد توافق مع اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية، فعاملتهم الدولة بقسوة كبيرة جدا، وبدأت الأحداث التي لا نزال نرى صيرورتها حتى هذه الأيام. يبدو دكتور محمد أن صناع القرار والساسة في أثيوبيا لم يعتبروا بما جرى في كثير من العواصم والدول، لأن مثل هذا التضييق على الناس في عقائدهم ربما يفضي إلى ما يسمى بربيع أفريقي جديد، وقد تكون بداياته في أثيوبيا. نحن نتمنى أن تكون أثيوبيا بلد مستقر، وأن يكون التعايش مستتب، وأن لا يقع هناك مواجهات ولا دماء، وحتى لا يقال أن هذا اللقاء إنما هو دعوة أو تحريض. هذا اللقاء هو دعوة إلى تكريس التعايش وإحقاق الحق وإعطاء المسلمين حقوقهم التي كفلها النظام والتي شاركوا في مطالبها. أتجه إلى فضيلة الشيخ جابر عدم الهرري، أحد العلماء والمهتمين بالشأن الأثيوبي. فضيلة الشيخ جابر، يعني استيراد مذهب الأحباش وفرضه بالقوة من خلال المجلس في داخل أثيوبيا، هل هذا يعني أن الداخل الأثيوبي كان يواجه فراغا من وجود العلماء وطلبة العلم والدعاة حتى يستورد اتجاه ليملأ هذا الفراغ الحاصل؟ يعني ما هو تفسيركم إلى إصرار الحكومة على استيراد نبتة أجنبية ليست من طبيعة ولا طينة ولا عرق ولا لون المجتمع الأثيوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقبل كل شيء أشكر الله جل وعلا الذي جعلنا أخوانا متحابين، الحمد لله، ووحدنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا البلد الطيب المبارك، مهبط الوحي ومطلع فجر الإسلام. وثالثا أشكر علماءنا الشيخ سعد البريك والشيخ سعد والشيخ إبراهيم على اتمامكم بشؤون إخوانكم المسلمين في إثيوبيا. ولا شك أحبتي في الله أنكم تدركون غاية الإدراك أن إثيوبيا حاضنة الإسلام، وما هبط وفي تعتبر في غرة جبهة التاريخ الإسلامي، لكنكم وما قبل كل شيء وما زلنا نعاتبكم، خاصة بلد الحرمين الشريفين لكم العتبة، والسبب رغم أنكم تدركون غاية الإدراك أن الحبشة قبلت الإسلام وأول دولة عاولت الإسلام والمهاجرين، ومنذ سنوات عديدة من بداية أيام تدروس ويوهنس ومنيليك وهيلي سلاسي فالمسلمون ما تنفسوا، سبحان الله ما تنفسوا، حتى المقاطعات
التي تتكون من حوالي 14 منطقة، كل منطقة تعتبر نفسها كأنها في أوروبا وآسيا، لا يتزاورون وليس بينهما أي علاقة. وبعدما جاءت الحكومة الحالية بدأوا تنفسوا وكونوا أنفسهم وبدأوا تدريس الحلقات وفتحوا لهم المجال بتأسيس جمعيات إسلامية ومراكز إسلامية وفقا للنظام والدستور الذي كفل هذه الحريات، لأن النظام الدستوري يسمح لنا بذلك، والمسلمون مما يشارك في الوصول إلى هذه المرحلة. ولكن تقريبا قبل الحج في شهر ذي الحجة من عام الماضي حصل ما حصل داخل أديس أبابا في مدرسة الأولية. ومنذ أن سمعنا واتصلنا بإخواننا وكذا اجتمعنا نحن كمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية من جدة ومكة والرياض والدمام والمدينة والطائف، كوننا لجنة وزرنا السفير. قابلتم سفير إثيوبيا؟ جميل. وكتبنا خطاب للسفير وزارة الخارجية الإثيوبية ورئيس الوزراء، وطلبنا، وأنا كنت في العضو، حوالي 17 من العلماء وطلاب العلم لزيارة البلاد ولمقابلة رئيس الوزراء مرتين. وما زلنا نتابع ونزور السفير. وإخواننا المقيمين في المملكة تكفلوا بالتذكرة ومؤونة السفر على أساس أننا نقابل من الزناوي شخصيا ونستفسر أما حصل الخلاف النظام الدستوري، لأن النظام، وثانيا وأنهم يدركون حتى وإن نسوا فالمسلمون أغلبية ساحقة. صحيح. 85% 85 حسب ما نحن نعتقد أو 65 85. وحكومة منغستو هيلمارا اعترفوا أن المسلمون يشكلون في المية 65. الآن مع الأسف الشديد والإحصائيات الداخلية سرية فالمسلمون كم؟ 32%، والنصارى 62%. ومع ذلك نحن وما زلنا نمشي مع الدولة عن طريق الدبلوماسي مقابلة لحل هذه المشكلة. وما السبب الذي أدى إلى دخول الأحباش من لبنان إلى إثيوبيا؟ هذه حقيقة نحن لا ندري وراء شيخ جابر. هذه الصورة تذكركم، لو أبعدت الكرين عن الصورة، هل ترى الصورة التي على الشاشة الآن؟ يمكن تعلقون على هذا اللقاء. إيش تعليقكم على الصورة؟ هذا اليهودي الذي أهدى كتاب. هذا يهودي؟ نعم. ألف كتابا؟ نعم. يتكلم عن خطر الإسلام في إثيوبيا ويهديه إلى مجلس الأعلى، رئيس المجلس الأعلى، إلى المجلس الأعلى. نعم. متى كان الإسلام خطرا ومثل هذا أمر مثير للريبة والجدل؟ ولعل هذا مما يثير حفيظة المسلمين ويدعوهم إلى الجدل. تفضلوا وعودوا إلى ما كنتم بصدده. عفوا. حقيقة فوجئنا بدخول الأحباش إلى إثيوبيا. نعم. قلنا ما السبب؟ يكفينا العلماء اللي في الداخل. يعني إذا يوجد داخل إثيوبيا علماء. علماء. على قدر راسه. مدرسون من جميع المواد. السلام. ابتداء من 40 النوائي وبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تحت ظل الشجر وداخل المساجد تحت الأشجار. تحت الأشجار، وليس لنا أي كلية ولا جامعة، حتى الدول العربية ما أهدوا لنا، خلي الجامعة حتى الثانوية. ومع ذلك فلله الحمد، الدول العربية والإسلامية ككل في شغل شاغل، إيه، عن غافلة عن دعم هذه البلاد، غافلة نهائيا إلا من رحم الله وقليلا. نعم.
ومما يشهد لذلك وأنه وربما سمعتم أن بعض العلماء اللي موجودين حاليا في مكة ألف تفسير القرآن الشيخ محمد أمين قرو والشيخ محمد آدم حوله من العلماء إلى جلة وقبله الشيخ سعد سعيد آدم رحمه الله توفي نعم شرح للنسائي كبير وفينا علماء الحمد لله إذن لا حاجة لاستيراد الأحباش لو طلبنا وهي نبتة غريبة الضرورة نعم نطلب ممن من مهبط الوحي ومطلع فتح الله السلام. أكبر خاصة الذين يتخرج فينا من العلماء الذين يتخرجوا من الجامعات من الجامعة بالمدينة ومن جامعة الإمام محمد بن سعود من الأزهر يكفينا طوال هذه الفترات وليس بيننا أي مشاكل مع الدولة وبسبب دخول هؤلاء الأحباش حصل ما حصل قلنا نحن ما أكوننا أكثرية لا نستعجل الخطوة ولا مد اليد ونسأل الدولة عن طريق الدبلوماسي أن يراجعوا دستوره لأن لتطبيقه أو لتغييره لتطبيق الدستور يعني أنتم لا الآن تطالبون بتغيير الدستور تطالبون بتطبيق الدستور الذي كفر الحريات لا نطلب نهائيا تغييره جميل وقفنا معه وما زلنا إلى يومنا هذا واللجنة التي كنت أنا واحد منهم ما زلنا ننتظر الرد من الدولة إلى ماذا تضمن خطابكم المقدم للسفير خطاب أولا قبل كل شيء طلبنا على حكومة في دستوركم السماح لجميع الأديان كذا وكذا للحرية نعم والدولة لا تدخل في شؤون الدينية نعم دولة علمانية صرفة لا تتدخل في الشأن الديني في البلد وما السبب الذي جعلوا يتدخلون في شؤون الدولة نعم. وسجنوا طلاب العلم ودخلوا في الأولية وكذا وإلى كذا هذه وعدة وثانيا نحن مع أخواننا في الداخل لا نطلب شيئا آخر الموجودين في الخارج لا نطلب شيئا آخر نريد أن تنفذوا مطالب اللي في الداخل نعم. عدم التدخل في شؤون الدين نعم. وعدم هل فرض على نصارى أثيوبيا كنيسة من الخارج ليلتزم الناس بها من يعني في الداخل أم تركت الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية على ما هي عليه؟ هذا الذي حرك المسلمين مشاعرهم والحكومة ما تدخلت يوما واحدا في شأن الكنيسة في شأن الكنيسة ولم تفرض لا لهم لا أرثوذكسي ولا بروتستانتي ولا كاثوليكي إذن وما السبب؟ هذه السبب لا يعرف أحد إلا الله ثم الدولة السر نعم. الداخلي نعم. نحن طلبنا من الدولة إذا أرادوا أن يمكنوا للأحباش خاصة الذين يزعمون زعيمهم عبد الله محمد يوسف الجامي الهرري نعم. هو كمواطن نحن لا ندخل لا نتدخل في شؤونهم ولا نريد الدولة أن يتدخلوا في شؤون الدعاة وطلاب العلم والقائمين بالدعوة وأن يتركونا كما كنا سابقا أن نتعايش سويا سلميا وليس بيننا أي عداوة بين المسلمين والمسيحيين هذا الذي طلبنا منهم لكن أما السبب الذي أدى هل كنا سابقا الحكومة أنكرت حسب الدستور هل تسمح لي شيخ جابر معنا اتصال من الدكتور عبد الجليل حسن من الجالية الأثيوبية ومن المهتمين بهذا الشأن حياك الله دكتور عبد الجليل دكتور عبد الجليل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ومساك الله بالخير حياك الله دكتور عبد الجليل ما هو السر في ما كان المشايخ الفضلاء الآن في الاستوديو بصدده من فرض منهج الأحباش على المسلمين ولهم قدم راسخة ويد طولة وتاريخ مشرف مع العلم الشرعي والعقيدة النقية وحسن التعايش والجوار مع الطوائف الأخرى ما هو السر الذي جعل الحكومة تفرض وجود الأحباش وتستوردهم نبتة أجنبية من الخارج ليوجهوا المسلمين تدخلا على غير المألوف والمعهود في النظام العلماني السر في ذلك واضح لدى كل مسلم ليس مسلم أثيوبي فقط لدى كل متابع للعمل الإسلامي والمهتمين بالمسلمين لأن
بعد كما ذكر من قبل في عهد الأباطرة عاش المظلومون تحت الاضطهاد، وحتى العالم الإسلامي المجاور ما كان يعرف عنهم حتى سقط آخر هؤلاء الأباطرة عليهم الله ما يستحق خلص الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بعدها حصل نوع من الانفتاح في البلد وشيء من المساواة من للمواطنين بغض النظر عن عقيدتهم وعن دينهم، فشعر المسلمون بشيء من الاستراح، والحمد لله حصل الانفتاح. والدليل على الانفتاح قيام شخصيات إسلامية بارزة في العالم الإسلامي لزيارة إثيوبيا، وعلى رأس هؤلاء الشخصيات الشيخ محمد بن عبد الله السبير الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي السابق، وإمام وخطيب المسجد الحرام حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية عام 1419، زار إثيوبيا والتقى مع رئيس الجمهورية في قصره بعد أن أدى صلاة الجمعة. ومن أهم ما ذكر الشيخ لرئيس الجمهورية وهو في القصر وأنا كنت مترجم له، ذكر له كلاما يليق بالعلماء العاملين الربانيين، فقال له إن طول فترة الحكم أو قصره يتوقف على عدل تلك الحكومات أو ظلمها. ثم قال وقد ذكرت لنا كتب التاريخ أن أسرة الروم قد حكمت 600 سنة بسبب عدلها، وأن هذا القصر الذي نحن فيه كان لقوم قبلكم قد أخرجهم الله من القصر من هذا القصر أذلة وهم صاغرون بسبب ظلمهم لمواطنيهم، وأورثكم إياه. وهذه الكلمة التي ذكرها الشيخ كانت درس لكل من يتولى هذا الحكم في ذلك البلد، حقيقة كلمة قوية جدا. وأنا كنت أترجم لرئيس الجمهورية في القصر، ثم يعني ما تبع ذلك من زيارات لعدد من الشخصيات الإسلامية، من بين تلك الشخصيات الأمين العام لضابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عام 1422. وأثناء زيارته قال له وزير الخارجية في مكتبه مما يدل على أن عدد المسلمين ليس كما يقال أنهم أقلية بل هم أكثرية باعتراف منه. قال للأمين العام إن هناك مقولة في العالم الإسلامي مفادها أن إثيوبيا جزيرة مسيحية في محيط إسلامي، وأن هذا الكلام ليس بصحيح، يجب أن يصحح، حيث أن المسلمين في إثيوبيا أكثر سكان الشرق الأوسط ما عدا مصر وإيران. وكأنه يقول لا مجال في إخفاء هذه الحقيقة، نحن في عصر قد قيل فيه أن العالم كله قد أصبح قرية كقرية واحدة. وحقيقة من هذا الانفتاح قام إخوانكم الخريجون من هذه البلاد ومن غيرها بجهود كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، في نشر العلم، في إبراز دعوة الله سبحانه وتعالى، حيث أسلم كثير من الوثنيين يعدون بمئات الآلاف. ثم من الوسائل التي استخدمها إخوانكم في الدعوة إلى الله عز وجل لغير لتوعية المسلمين ودعوة غير المسلمين ترجمة الكتب إلى اللغات المحلية الرئيسة
مما جعل الناس تقرأ وتفهم، وأوجد يعني حركة دعوية قوية. دكتور عبد الجليل، دكتور عبد الجليل اسمح لي أن أعود بك إلى أصل الموضوع بعبارة دقيقة. ما هي الرسالة وأنت كنت مترجما للرئيس أثناء زيارة الشيخ السبيل، وتذكر ما أشرت إليه من أن العدل يتيح الفرصة للتعايش والأمن والاستقرار؟ وأنا من واقع قد زرت الحبشة مرتين، ووجدت انفتاحا جميلا رائعا وتعايشا أروع ما بين المسلمين والطوائف الأخرى، وسألتهم، كانت هذه الزيارة قبل كذا بضع سنوات، فقالوا لي إن النظام الحالي قد أتاح جوا من الحرية والتعايش في ظل الدستور العلماني الذي أعطى كل ذي حق حقه، ولا يمارس لأحد ضغط في مقابل عنصرية أو تمييز تجاه الآخر. ما هي الرسالة التي توجهها أنت إلى الرئيس زيناوي ملس في اتجاه هذه الأحداث والتضييق على المسلمين والزج بكثير منهم في السجون وفرض منهج الأحباش المستورد عليهم بالقوة، في حين كما ذكر الشيخ جابر أن لا يوجد كنيسة فرض عليها منهج مستورد أو أرثوذكسية يفرض عليها أن تكون كاثوليكية، أو كاثوليكية يفرض عليها أن تكون بروتستانتية، أو يحضر لها أحد من الخارج؟ ما هي رسالتك؟ أولا قبل أن أوجه رسالتي أقول جاء بفرقة الأحباش للوقوف أمام هذا النشاط الدعوي والتعليم الإسلامي، ويعني فجيء بهم قبل سنوات، لكن لم يكن لهم أي أثر يذكر. عندما علم أنها لا تستطيع أن تؤثر، صارت هناك مساندة من بعض الجهات الرسمية، فلذلك يعني قبل يعني ليست الكلام الذي أقوله ليس رسالة من عندي فقط، بل إنما من الجامعة الإثيوبية في الخارج، سواء كانت في المملكة أو في بلدان أخرى، وكذلك يعني علماء إثيوبيا في الخارج، هناك خطاب وجه لرئيس الوزراء من الجامعة الإثيوبية المقيمة في المملكة، وقد أشار الشيخ جابر، كانت رسالة يعني حقيقة تبين لرئيس الوزراء أنه لا ينبغي أن تهدم الحكومة هذه الحرية وهذا التعايش السلمي الذي أعلنته وعاش الناس في خلال 20 عاما الماضية، يعني التعايش السلمي والحوار وكذا، يعني من ضمن في خطابنا قلنا وعليه إنما تقوم بفرقة الأحباش اللبنانية تحت مظلة ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يرى الغالبية العظمى من المسلمين الإثيوبيين أنه لا يمثلهم، تقول هي محاربة الأحداث الفصوية واشتعال نار الفتنة، ويريدون بذلك تمزيق وحدة الأمة وزعزعة التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين المواطنين الإثيوبيين كما فعلوا ذلك في لبنان، وذلك باستخدام العنف وتجنيد العديد من الشخصيات الذين اشتروا ضمائرهم بالأموال المصروحة لإشعال نار الفتنة. دكتور عبد الجليل، هل ترون أثرا للمد الصفوي الإيراني والتأثير على الواقع في الداخل؟ لأنه من فترة سمعنا أن هناك اتفاقية تعاون بين جامعة طهران وجامعة أديس أبابا، هناك محاولة إيجاد سبل العلاقات أو تدخل في الواقع الأثيوبي والتأثير على المكون الديني في المجتمع الأثيوبي. هل ترون أن أثر إيران واضح في هذا الأثر، خاصة أن تحريك الأحباش ودعمهم المشهود المعروف من سوريا من قبل، وعلاقة إيران بسوريا التي لا تخفى إلى درجة المشاركة في قتل السنة والمسلمين داخل سوريا الآن، هل ترون إيران ضالعة في هذا التدخل مثلا؟ أولا يعني أبين أنه يعني قبل أن يؤتى بفرقة الأحباش، جاءت الشيعة إلى بلادنا لكن الشعب المسلم الإثيوبي رفضها. الله أكبر. وأقامت مدرسة واحدة، ثم بعد مرور سنة أو سنتين سحب المسلمون أولادهم من مدرستهم التي سموها مدرسة آل البيت،
ثم ضمت هذه المدرسة إلى مركز الأولية، أنا لا أسميه مدرسة الأولية، المركز الأولية. لعل الدكتور سعد زرت هذا المركز. نعم يعني نعم زرتها، وجدتها مشعلا ونبراسا وروضة عامرة بالعلماء وطلبة العلم وعلى كافة المستويات. دكتور عبد الجليل، الحديث معكم شيق وذو شجون، لكن معنا اتصالات عديدة، ومعنا في الاستوديو بعض المشايخ أيضا ننتظر دورهم في الإجابة على ما لدينا محاور. أشكرك على تواصلك معنا، وكان معنا الدكتور عبد الجليل حسن من وجهاء إثيوبيا والجالية الإسلامية والمهتمين والمعنيين بالشأن الإثيوبي. أعود إليكم دكتور إبراهيم الحبر، ولك اهتمام وباع طويل في الشأن الإثيوبي. المتابع للشأن الإثيوبي يشاهد التمييز العنصري، التضييق على المدارس الإسلامية في بعض المواقع، الاعتداءات أو الاستفزازات على المتكررة أيضا على بعض المسلمين، إلصاق تهم الإرهاب والتطرف، وخاصة بعد 11 سبتمبر محاولة إقصاء وإبعاد القيادات الإسلامية البارزة، التضييق على المؤسسات المحلية. يعني نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية كان لها دور داعم في ظل علاقات متميزة سياسيا ما بين الدولتين، كان لها دور من خلال رابطة العالم الإسلامي والرابطة والهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، استمرت أكثر من 20 عاما وهي تعمل هناك، ووجدت فضاء فسيحا و يعني مراغما كبيرا وسعة. الشاهد يعني ما هو تفسيرك لهذه المضايقات وهذا الواقع الذي أصبح الآن ينذر بشر؟ الآن عقلاء الجالية الأثيوبية يقولون نحن أمة سلام، أمة تعايش، أمة تفاهم، أمة حوار، نحن لا نريد أن ينفجر الوضع بيننا في إثيوبيا كما انفجر مثلا في نيجيريا مع بوكو حرام ومع الجماعات الأخرى النصرانية. نحن لا نريد أن ينتقل هذا المجتمع إلى مجتمع ديكتاتوري أو حكم شمولي، أو أن ينتقل إلى مجتمع يرفض التعايش ومن ثم تشتعل نعرة الطائفية، وحينئذ يعني لا يلتفت إلى الكلام في ذلك الوقت. تفضل دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الحكومة الحالية منذ مجيئها جاءت على وفق دستور أعلنته الثوار قبل دخولهم، وحاولوا يعني تطوير هذا الدستور من خلال اجتماعات ولقاءات. تميز هذا الدستور بإعطاء الحقوق المدنية والدينية، بل حق تقرير المصير للشعوب وللطوائف، للأقاليم وللطوائف العرقية، ولكن لم يستفد من هذا الدستور الحقيقة في حق تقرير المصير إلا الأرتيريون. وقبل يعني للأسف الشديد قبل أن يستفيد الأرتيريون، اتفقت جبهة التجراوية أو الجبهة الوطنية لارتيريا والجبهة الوطنية الأثيوبية لتصفية مسلمي ارتيريا من داخل الجبهة الوطنية الارتيرية. وفعلا صفيت كل الأحزاب المعارضة التي تعارض الجبهة الارتيرية لتستلم الجبهة الوطنية الارتيرية المكونة من نصارى الشمال يعني الحكم، ويصبح الحكم الذي في بلد أغلبيته مسلمين وعرب إلى يعني التجرينيين، وتكون لغة التجرينية. الإشكال هو أن هناك بعدا داخليا أو أثرا للثقافة الذي يحملها كثير، يعني لا يعني ينبغي أن نقر ونشيد بأن هناك عددا كبيرا ممن دخلوا هذه الجبهات كانوا عندهم روح التسامح، عندهم روح الانفتاح، كانوا رفقاء للمشروع والثورة والسلاح. نعم، وكان جزء منهم أصدقائهم من إخوانهم من المسلمين ممن شاركوهم في الثورة. الثورة لم تكن فقط يعني ميراثا كنسيا، الثورة بالعكس كانت لجميع مكونات الشعب الأثيوبي، واحتوتها جميع الدول المحاذية لي. فالسودان يعتبر أكبر داعم لهذه الثورة، وهو بالسودان بلا شك أنه حكومة
مسلمية والمسلمين أغلبية، وكانت الحكم فيه، وكانت دول الخليج والمنطقة كانت قوة داعمة أساسية في مجيء الثورة، وكان هناك شخصيات كبيرة سواء من هرر ومن جمة وقيادات أرومية وقيادات قراقية، بل حتى قيادات همشت وهي تقرينية في الثورة. يعني لم تكن الثورة يعني منتجا كنسيا، إنما كانت منتجا شعبيا في مواجهة ظلم منغستو، على الرغم من أن منغستو لا يجارى ظلمه بالظلم من قبله بهلاسلاسي. فحكومة هلاسلاسي، وهذه الحقيقة سبه للعالم، أنه إلى عام 74 وهناك دولة لا تعترف ب50% من مواطنيها، ب50% بحسب تقديرات البنتاغون. البنتاغون يقدر المسلمين ب50% في عهد هلاسلاسي وما بعده، ومع ذلك لم يكن هلاسلاسي يعتبر أنهم مواطنين. يعني كان يرفض منحهم الهوية، كان ما لا يأخذ هوية ولا سجل وطني ولا تعليم ولا عمل في الدولة، ولا كانوا يعتبر غير أثيوبي. نصف الشعب من بهيمة الأنعام، لا مقام لهم، ودخلاء. وقال هذا الكلام ليس يعني كلاما خفيا في الكونغرس الأمريكي عام 69، قال هذا الكلام علانية، وأن هذه جزيرة نصرانية وأن ليس فيها إلا عدد بسيط، والدولة قال والحكومة قائمة على إعادتهم لدين آبائهم. فصفق من صفق له في الكونغرس، وخرج مجموعة من الكونغرس غاضبين وأعلنوا موقف غاضب من هلاسلاسي. يعني القضية ليست قضية سر. فبالتالي لما جاء منغستو كان من محاسنه أنه أعطى المسلمين حق المواطنة، ولهذا المسلمون يقدرون لحكومة منغستو، حكومة الدرك، هذا الموقف بأن أعطتهم كامل حقوق المواطنة. لكن طبعا هم يحملوا آثار السنين الماضية، غيرهم تعلم ولم يتعلموا، غيرهم مارس العمل الإداري ولم يمارسوا، غيرهم سكن المدن وهم سكنوا الأرياف والقرى والبوادي لأنهم فروا بدينهم. أمامنا مشاهد احتجاجات المسلمين على ما جرى وحصل في الآونة الأخيرة، إذا أحببتم أن تعلقوا ثم تعودوا. هذه المشاهد، مشاهد المسلمين يحتجون على أن يفرض عليهم شيء مخالف لدينهم ومخالف لدستورهم. الدستور الذي تراضت عليه الثورة هو أن يعطى كل إنسان حقه في الاعتقاد، ولا يفرض على المسلمين لا قيادة دينية ولا مبادئ دينية، لا المسلمين ولا غير المسلمين. ولهذا تعايشوا. أنا في عام 19، عام 1419، يعني عام 2001، قبل 2000 إلا في عام 2000، زرت ابن الحبشي في دردوة في مكتبه، وكان يقوم بعمله والناس تدعو، وسلمت عليه وجلسنا وشربنا الشاي وعزمناه للعشاء وتعشى معنا. ابن زعيم الطائفة، ابن زعيم الطائفة الأحباش. يعني فما كان، والله الشيخ إبراهيم أنت تؤمن إذن بالتعايش على أقصى حدوده. يعني المسلمون أنا الذي ذهب لهذا المكان هم المشايخ، قالوا يعني نزور هذا باعتبار أنه جزء من المكون. صح. من مكون يعني هو مواطن، ليس نعم. اللبنانيين الذين قدموا، لا هو مواطن، هو مواطن، نعم هو مواطن واعتبر. وكانت الأمور عادية جدا، ليس هناك مشكلة مع الحبشي، وليس مشكلة هناك مع الجهات التنصيرية حتى الذي كانت تقوم بتنصير، وليس هناك. فالمسلمون عندما زرتموه كان في مؤسسة المشاريع الخيرية أو لم تكن؟ لم تكن، ما كان في شيء اسمه مشاريع خيرية ذاك الوقت. كان هو عنده مكتبة وعنده كتب للمشاريع الخيرية كان يوزعها. نعم. مكتوب عليها. كان الشيخ إبراهيم لو درينا زرت الحبشي كان سوينا لك هاشتاج، لكن ذاك الوقت ما في تويتر. فكانت المسألة يعني عادية. فالمسلمون لم يعني يتعايشون بناء على الاتفاقيات. دكتور إبراهيم عفوا، شوف انظر الشرطة الأثيوبية وهي تضرب الناس وهم يعني لم يتجاوزوا حدود السلمية في التعبير عن مواقفهم، انظر كيف يعاملون بهذه الطريقة.
في الوقت الذي هم يطالبون فقط كما تفضلتم بالدستور وتطبيق الدستور وليس أكثر من ذلك. وهذا يعمل للأسف الشديد أين؟ ليس يعمل في حديقة هذا يعمل في سور المسجد الذي في مسجد الأولية والمدرسة يعني الذي هي ملك خاص للمسلمين بحكم القانون الأثيوبي لا بحكم وأنا أتحدى أن يدخل واحد من هؤلاء مجرد دخول على كنيسة على الكنيسة في 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 أي كنيسة كانت أتحدى يعني فإذا كان هؤلاء يدخلون وهؤلاء يعني عاملين وليمة يعني في الصباح وسيدعون الناس يعني ولم يمنعوا الحكومة أن تدخل ولا أتباع الحكومة ولا المجلس الأعلى ولا غيره كل هؤلاء لكنهم محتجون فعلا بأن المجلس الموجود مفروض عليهم الحكومة دعبت استغلت أحداث عام 1494 وهي الخلاف بين المسلمين في إنشاء المسجد وأذكتها ثم حاولت تفجير الوضع وصارت ما يسمى بحادث الأنوار ثم بعد ذلك بدأت هي سنة فرض أعضاء للمجلس على المسلمين المسلمون رفضوا كل هذا الوضع يرفضون أن يكون من يتحدث أو من يتكلم باسمهم ومن شخص لم يختاروا ويرون أن من حقهم أن يكونوا مثل الكنائس الكنيسة البروتستانتية عمرها في البلد 30 سنة الكاثوليكية عمرها 120 سنة قصيرة نعم المسلمون عمرهم في البلد قرون 1400 سنة 1400 سنة فلنحن إذا كنا عمرنا 1400 سنة لا نستحق وهؤلاء الذي جاءوا قبل 30 سنة هم يستحقوا أن يديروا أنفسهم كلام جميل فبالتالي المسلمون الوضع يقول كثيرين أين المسلمين قبل 20 سنة أقول أين العالم كله قبل 20 سنة كذلك ليس يعني الأحداث التي تضع العالم اليوم لن يسمح لبلد أن عنده جزء ولو مواطن واحد لا يعطيه جنسية لا يعطيه حق حق الجنسية نعم. لا يسمح الأمم المتحدة ومؤسسة نعم. وصار كل شيء معروف في العالم لم يكن مثل قبل 50 سنة قبل 60 سنة لا أحد يعرف عما يحدث الآن صار كل يحدث فأنا أعتقد أن إثارة هذه المشاكل أو عدم التزام الحكومة بما وضعته قانونا وسنته دستورا وتوافق الناس عليه سيؤجج مشاكل كثيرة وأنا أعتقد أن هناك متطرفين في كل بلد نعم. وفي كل ملة وفي كل مجموعة جميل. هؤلاء المتطرفون الذين داخل الحكم إذا هم أخذوا الحكم إلى الجانب المتطرف ودفعوا به إلى مواجهة المسلمين سيدعو المسلمين للتطرف ولكل فعل رد فعل ولكل مماثل. فعل مماثل نعم. فبالتالي على العقلاء الذين داخل النظام في الدولة نعم. داخل النظام على العقلاء الذين في داخل الحكم التوازن. على داخل الأحزاب السياسية أن يحافظوا أن يبعدوا هؤلاء المتطرفين ليس يعني خذ مثلا التطرف غريب الغريب أن شخص متطرف هو أساسا يعني الرجل اليهودي الذي تأخر قليل هذا متطرف وله عداء كبير وله يعني أكثر من 13 كتاب عن الإسلام ومعاداة الإسلام والحركات الإسلامية وكذا فثم تأتي بهذا المتطرف ليجعل لك ليلقي محاضرات في الجامعات ويلقي محاضرات على أصحاب الرأي وعلى أعضاء الحزب وعلى الأعضاء المتحدثين وعلى السفراء ليقرر ليتبنى هؤلاء رأي وشخص متطرف هو أصلا متطرف اليهود في إسرائيل يعني يعتبرون متطرف اليهود يعتبرونه متطرفا نعم يعني هو في دولة متطرفة يعتبر متطرف نعم. فأنت على متى تأتي به في أديس أبابا ليشكل لك وليذكي الصراع في مجتمع الصراع. متسالم متعايش مؤمن بالسلم الاجتماعي دكتور إبراهيم أشكرك على هذه الإطلالة المهمة وأعود للدكتور محمد السعيدي ولكن قبل أن أطرح سؤالي عليه أود أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن الصور التي تخرج تباعا منها صور تخص بورما أما الصور التي تخص أثيوبيا فنحن نشير إليها إشارة
منذ أن بدأنا حتى الآن لم يخرج صور تخص إثيوبيا إلا صورة اليهودي الذي يقدم كتابة إلى المجلس الإسلامي، وصورة المظاهرات الذين خرجوا اعتراضا واحتجاجا على التدخل في شؤون المسلمين وتشكيل مجالسهم، والصورة الأخيرة التي فيها رجال أمن يضربون عدد من الذين جلسوا داخل سور الأولية داخل يعني سور المسجد ذاته، لأن الحملة يا أخوان مشتركة هذه الليلة، الجزء الأول عن إثيوبيا والجزء الثاني عن بورما. ظروف الإنتاج والإخراج اضطرت يعني أو ربما يعني جعلت المخرجين يدخلوا مجموعة من الصور، فحتى لا يقال أننا نزور مشاهد من بورما فندخلها في إثيوبيا. من باب الحياد الإعلامي والأمانة العلمية والإعلامية نقول إن الصور التي تتعلق بإثيوبيا نحن نشير إليها ونقول هذه تخص إثيوبيا ونطلب من المشايخ التعليق عليها، أما بقية الصور فهي تخص بورما أراكان، نسأل الله أن يفرج عنهم، وبعد قرابة الساعة إن شاء الله سوف ننتقل إلى الحملة المتعلقة بورما. دكتور محمد السعيدي، من خلال ما تابعتم وشاهدتم وسمعتم، ما هي المآلات المحتملة لمثل التساهل في مثل هذه الخروقات التي تخل بالتوازن وتصدع السلم الاجتماعي وتصدع التعايش، ومن ثم لها تداعيات خطرة؟ لا أدري هل ترى أن الساسة في إثيوبيا يغفلون عنها أم لا يدركونها أم أن أمر يستهان به أم أن هناك ضغوط أكبر من ذلك؟ تفضل دكتور. عندما نراجع حال المسلمين، صحيح أن الشيخ تكلم وأنا تكلمت أيضا وأنت تكلمت عن أن هناك حرية وسلم وتعايش منذ نهاية الثورة الأثيوبية، يعني من تقريبا من سنة 92 أعتقد، حتى أيام قريبة كان هناك سلم وتعايش. لكن مع ذلك أقول إن المسلمين صبروا على ما لم يصبر عليه غيرهم في أثيوبيا. جميل. المسلمون ما زالوا صابرين على كثير من أنواع التهميش. مثلا المسلمون في أوغادين التي تعتبر يعني في المصطلحات المعاصرة محتلة، المسلمون في منطقة عروس، المسلمون في هرر، المسلمون في أنحاء أثيوبيا، كيف؟ سلطنة جمة، نعم، يعانون من كثير من أنواع التهميش المعيشي. خدمات لا تقدم لهم الدولة، خدمات سواء كانت خدمات مواصلات أو خدمات كهرباء أو خدمات تنمية، لا يوجد هذا الأمر بتاتا، وإنما يعيشون على أعمال أيديهم أو على الرعي أو لا يعملون، لا يجدون أصلا عملا. فهناك حالة من الفقر العظيم ومن البطالة الكبيرة ومن التهميش ومن البعد عن الخدمات في سائر المناطق التي يعيش فيها أو تسمى مناطق إسلامية في أثيوبيا. والمسلمون صابرون على هذا الأمر. سبب صبرهم أمران. الأمر الأول يقينهم بأن الأمن يحصل معه كل شيء، أنهم إذا حصلوا على الأمن قضايا الدنيا قضايا المعيشة الأخرى ممكن أن تحصل لاحقا. الأمر الآخر الأمن على الدين، ما داموا يعتبرون أنهم يأمنون على دينهم وعلى عقيدتهم وأنهم قادرون على دعوة وتدريس أبنائهم لهذا الدين، فهم عندهم استعداد للصبر على التخلف القضايا التنموية، إلى يعني يسعون بالطرق السلمية أو بطرق أخرى إن شاء الله أو طرق سياسية لتوصلهم إلى أو توصل إليهم حقوقهم. لكن هل هذا الصبر عندما توقد فيهم جذوة الغضب هل سيستمر؟ جميل. هذه مشكلة كبرى. الصبر لا شك أنه يعني مستمسك، من السهولة أن يتركه الإنسان وأن يثور ويتخلى عنه. عندما صبر المسلمون كان يفترض أن يعطوا حقوقهم نظير صبرهم، أما أن تسلب منهم حتى حقوقهم التي صبروا من أجلها. هم صبروا من أجل الدين، يعني في الغالب الدين والأمن، صبروا من أجل الدين والأمن. عندما يسلب الأمن على الدين فأنت الآن كأنك تدعوهم إلى ثورة كبرى. الثورة في أثيوبيا لو حصلت ستكون طاحنة وكبيرة جدا وسيئة. الدمار الذي حل بأفغانستان وبغيرها سيكون قليلا بالنسبة لها. ولهذا هم أكثرية المسلمون كما ذكر الشيخ
85% ليسوا أقلية، الأكثرية عندما تثور حتى لو ثارت ثورات سلمية مجرد مظاهرات سوف يحدثون تغييرا كبيرا في هذه البلاد، ولا نأمن هذا التغيير يعني يتغير إلى الأحسن أم تحدث مقاتل وتنبت أيضا جذوات قبلية، ولأن المجتمع الأثيوبي الحبشي مجتمع قبلي أيضا، ربما ينشأ مع هذه الثورة مشهد صومالي آخر، مشهد صومالي آخر. نعم. يعني الصوماليين عندما ثاروا على ظلم سياد بري ثاروا بفكر إسلامي، لكن عندما جاءت الثورة انقلبت القضية إلى قضية قبلية وأصبح هناك تطاحن، والصوماليون الآن بعضهم يتمنى ليلة من ليالي سياد بري. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لا نريد أن يصل الوضع في أثيوبيا إلى هذا الأمر. نحن ندعو الحكومة الأثيوبية إلى تدارك الأمر، إلى عدم السماح للدول العظمى بالتدخل في شأن أثيوبيا. هناك أنا أقول لك هناك تدخل أمريكي كما تذكر الصحف العالمية، وكما قرأتنا في مقال للواشنطن بوست وإن كان لم يكن فيه تصريحا بهذا التدخل، لكن هناك تدخل، خاصة وأن أمريكا قد قدمت تقارير للحكومة الأثيوبية تطالبها فيها بهذه التقارير بإبعاد جذوة أو وقود الإرهاب من القرن الإفريقي. تقول التقارير الأمريكية أنهم لن يسمحوا بوجود الإرهاب والتطرف الديني في القرن الأمريكي. هذا الذي جعل الحكومة الأثيوبية تتقبل هذه الضغوطات وتنظر إليها بعين الرضا وعين الاستجابة، فبدأوا يحاربون المد الذي يعتبرونه ويقول أنه مد من الجزيرة العربية، مد من المملكة العربية السعودية، اعتقل 7 من الدعاة السعوديين. والحقيقة لا يفوتني هنا أن أشكر جهود سفير المملكة العربية السعودية في أثيوبيا الذي الحقيقة بذل مجهود متميز في الإفراج عن هؤلاء 7، وتكلم عنهم الحقيقة بكلام طيب حتى لا تقوم صحافة عالمية أو صحافة محلية بتشويه جهود هؤلاء. السفير قال إن هؤلاء كانوا بعضهم كانوا يوزعون كتب دعوية، قال حتى قال بكلام كلمة السفير قال بنية طيبة، هذا نص كلام السفير الذي نشرته صحيفة عكاظ. يعني لا تحمل فكرا عدوانيا، لا تحمل فكرا عدوانيا أبدا، لا تحمل فكرا عدوانيا. أحد هؤلاء السعوديين الذين اعتقلوا متزوج من أثيوبية، وكان عود الأثيوبيين أنه كل يوم يقدم لهم الطعام عند بابه، فكان بابه يمتلئ بهذا نقل كلام يعني صحيفة عكاظ، وكلام كان يمتلئ بابه من الأثيوبيين الذين يأتون ليأكلوا فقط. فجاءت الحكومة واعتقلت هذا الرجل. لماذا؟ لأن هناك وهم أن هناك تصدير للفكر السلفي لأثيوبيا. عفوا دكتور، ما دام الكلام عن تصدير الفكر السلفي، يعني هل سجلت وقائع أن الذين قدموا إلى أثيوبيا من المملكة العربية السعودية دعوا يوما ما إلى أن إلى 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 فكر تصادمي، دعوا يوما ما إلى إلى نبذ السلم الاجتماعي أو إلى 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 يعني صدع جدار التعايش الموجود؟ وهل سجلت الحكومة الأثيوبية على المسلمين ثورات عنف ودموية كما يعني يتكلم عن تطرف وإرهاب وغير ذلك؟ لم يسجل على المسلمين حتى يوم الناس هذا، والشيخ جابر ربما يكون أعرف مني بهذا الأمر بحكم يعني انتمائه، أنا من خلال قراءتي فقط لا أعرف أنه سجل على المسلمين سواء الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى أو جامعة الإمام محمد بن سعود وذهبوا إلى أثيوبيا يحملون الفكر الذي يبعد الناس عن الفكر الخرافي. الإشكالية أن هناك فكر يراد له أن يبقى في أثيوبيا، وجاءت جماعة الأحباش لإبقاء هذا الفكر. نعم. الفكر الذي يراد له أن يبقى هو الفكر الخرافي، الفكر الجبري، الفكر الجبري المستسلم. تعرف أنت أن غلاة الصوفية لديهم فكر جبري. نعم. يستسلم لكل شيء، وترى أنت أن أساطين المفتين فيهم الآن يفتون للنظام السوري وبالبقاء اعتمادا على هذا الفكر الجبري. هذا ذلك الفكر الجبري كان موجودا، فكر خرافي كان موجود. الخريجي الجامعات من المملكة العربية السعودية حتى من الأزهر وغيرها أرادوا بالمسلمين في أثيوبيا خيرا، أرادوا إبعادهم عن هذا الفكر، تحرير العقل. نعم، تحرير العقل عن هذا الفكر الخرافي، الفكر الذي يجعل الإنسان مستعبدا لغير الله. طبعا طائفة الأحباش لا تؤمن بهذه القضية،
طائفة الأحباش كما لا يخفى على الكثير هم مرجئة في قضايا أفعال العباد، جبرية في القدر، مرجئة في أفعال العباد، يعني ما يعني عندهم تهاون في قضية المعصية. نعم. هذه لا تؤثر على الإيمان، لا تؤثر على الإيمان أصلا. هذه لازمة الإرجاء، لازم. وهذا الفكر يراد أن ينتشر في العالم الإسلامي كله، يعني يراد له أن ينتشر وينشر في العالم الإسلامي كله وليس في أثيوبيا فقط. عندما المسلمون في أثيوبيا لديهم غيرة على إسلامهم، غيرة على محارمهم، غيرة على أعراضهم، لا يريدون هذا الأمر، لا يريدون هذا الفكر الإرجائي. فإدخال هذا الفكر الإرجائي، الفكر الجبري بينهم، وقد انعتقوا ولله الحمد كثيرا من الفكر الخرافي، لا يرضيهم، وسيوقد فيهم جذوة الثورة التي نحن لا نريدها. لماذا لا نريدها؟ قد يقول قائل لماذا لا تريد الثورة؟ أقول لأني لا أعرف ما هي مآلاتها. الحقيقة لو نعرف نتيقن أن مآلات الثورة هي مآلات خير للأثيوبيين جميعا، مسلمين وغير مسلمين، مسلمين ومسيحيين، لو نعلم أنها مآلات خير لا دعونا إليها من الآن. لكننا نخشى من المآلات، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نخشى أن تعود صومال أخرى، تعود أفغانستان أخرى. لهذا نقول المسلمون يريدون فقط البقاء على حريتهم في الدعوة إلى الله، حريتهم في قبول ما يعتقدون، حريتهم في أن لا يفرض عليهم غير ما يعتقدونه، وألا تأتي جهات خارجية يعني تتولى قيادتهم في مجالسهم الدينية. شكرا لكم دكتور محمد. حقيقة كان معنا اتصال من جوهر محمد، محلل سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك، ولكن ما أحببت أن أقاطع فضيلتكم، ولعل الإخوة في الاستوديو يعودون به إلينا من جديد. الذي نتمنى على الجميع أن يدركوا أننا من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه الرسائل التي امتلأت عدلا وسلمية وشفافية ووضوحا واحتراما للدساتير والقوانين والأنظمة، أن المسلمين ما عادوا قطيعا من الأغنام ينحر في واد لا يعلم به، أو يسلخ في جهة لا يدرى عنهم، أو يضطهدون بهذه الطرق التي تمارس في بعض الأصقاع الأرض. الذي أردناه من هذا اللقاء أننا نحمل جميعا، المتكلم والمشاهد والمتابع وجميع من لديه القدرة على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة العالمية أو الإعلام الفضائي أو القنوات الفضائية، أنه ما عاد لنا عذر أمام الله عز وجل أن نشاهد ونسمع ثم نسكت، بل لابد أن نتحدث عن واقع المسلمين وأن نبين عدالة قضاياهم، وأنهم اضطهدوا وأنهم ظلموا وأنهم أخذوا وأنهم استهدفوا وأنهم مورس عليهم أنواع من الإذلال والعنصرية والمظالم الكثيرة التي إن لم يلتفت عقلاء تلك البلاد. وحديثنا الآن إلى الحكومة الإثيوبية، فكما تفضل الدكتور السعيدي أن المآلات جدا خطيرة، خاصة في مجتمع قبلي غالبية سكان ابن المسلمين لديه رصيد متراكم من الشعور بالاضطهاد، لديه حقوق تاريخية قديمة جدا، وكل هذه إذا اجتمعت لا أظن أنها سوف تنتهي إلى الورود والعسل المصفى واللبن الأبيض، بل ربما تتحول إلى أنهار وحمامات من الدم ومصائب لا أول لها ولا آخر، كما جرى في الصومال. ولا ندري أن بعض القوى الغرب التي تريد أن تزرع في مثل هذه البلاد مجازر ومآسي وانفجارات لا نهاية لها أرادت تحديدا هذا الأمر الذي نحن وأصحاب الفضيلة يحذرون. أعود إليكم دكتور جابر عبد الله آدم هرري. أقول دكتور عبد الله، الجالية الأثيوبية ذكرتم يعني أنها جالية كبيرة جدا، في الداخل عددهم كبير وفي الخارج عددهم كبير. أنا من خلال زياراتي لدول العالم وجدت الجالية الأثيوبية حتى القطب الشمالي في دول السويد والدول الاسكندنافية وجدناهم هناك. ما هي رسالتك إلى الجالية الأثيوبية المهاجرة والمقيمة بالخارج تجاه هذه الأحداث التي استهدفت أكبر مكون للمجتمع الأثيوبي والغالبية المسلمة هناك وهو دينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل كل شيء أشكر الله جل وعلا الذي جمعنا على مائدة ما يهم أمر المسلمين والإسلام، الحمد لله. ثم إن شاء الله لقاؤنا هذا لا يكون إن شاء الله أول لقاء، وسيتكرر وسنلتقي إن شاء الله، ولكم إن شاء الله نية أخرى لزيارتنا بإذن الله. وثانيا
أشكر الدكتور إبراهيم وأشكر الدكتور محمد، فقد أفادوا وأجادوا فيما ذكروا وذكروني ما نسيته. كلمة أذكرها الآن وأنا قلت أمام السفير، قلت يا سفير مع زملائي. بالمناسبة حاولنا أن نجد طريقا إلى السفير ليشاركنا ولو باتصال هاتفي لبيان الموقف أو الإجابة عما تفضلتم، لكن للأسف لم نجد طريقة الوصول إليه لأن السفير عبد الباقي عجلان السفير الأثيوبي، لا أتكلم عن السفير الأثيوبي اسمه محمد، السفير محمد سفير أثيوبيا في المملكة العربية السعودية. على أي حال نعود إليكم، تفضل. تقول أنه ستعودون إن شاء الله. قلت له، قلت يا أخي أنت بصفتك كمسلم أنت منا ونحن منك، نحن عضو وجزء لا يتجزأ عن المسلمين في الداخل، جئنا عن طريق الدبلوماسي. طيب تسمح لي دكتور جابر، معنا عاد إلينا الأخ جوهر محمد من الولايات المتحدة، أتوقع أنه سيتكلم إما بالأمهرية أو بالإنجليزية والإخوة في الاستوديو سوف يوافوننا بالترجمة. تفضل، ويلكم براذر جوهر. معنا؟ السلام عليكم. Questions of the Ethiopian Muslims are three. They this conflict, the current protest started when the government brought a religious group called Alawi from Lebanon. So people started protesting that. Yes, brother Johar, you can complete your speech. Go ahead, and later we'll translate your speech. يبدو انقطع الاتصال، عفوا نعود إليكم. دكتور جابر تفضل أكمل. كلمة الإخوان تقول أن حديثكم مع السفير. إيه. أي نعم. فقلت يا أخي أنت بصفتك كمسلم أنتم منا ونحن منكم ونحن جزء لا يتجزأ عن المسلمين في الداخل، نطالبكم ونريد منكم أن تكون همزة الوصل بيننا وبين الدولة. وثانيا لا تظنوا أن المسلمون اليوم في الحبشة ليسوا كمسلمين الأولين السابقين اللي مر عليهم العصور من أيام تدروس ويهنس ومنيليك وهيلي سلاسي. المسلمون اليوم أصبحوا يدا واحدة ونبذوا القبائل والمناطق، كونوا أنفسهم تحت راية لا إله إلا الله وقدرة تواصلهم سريعة. نعم. فقلت له يا أخي أنتم الآن تكبرون الأشياء لا تحتاج إلى التكبير وترفعون كأننا الوهابيين، سموننا وهابيين، حصل بينهم خلاف في داخل إثيوبيا، عشنا سنوات عديدة مع اختلاف الصوفيات الموجودة داخل البلاد ولم يحصل بيننا أي خلاف وكل واحد. اسمح لي يا دكتور جابر أن تقول هؤلاء ذي يتهمونكم بأنكم من الوهابيين. أنا أقترح على كل مسلم، أقترح على كل مسلم يتهم بأنه وهابي إن كان في بلد على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام مالك، من قال لك إنك وهابي فخذ ورقة ومزقها هكذا وقل أنا لا أعرف الوهابية ولا أحتكم إليها، أحتكم إلى مذهب الإمام مالك إن كنت في البلاد المغاربية، أو أحتكم إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، أو أحتكم إلى مذهب الإمام الشافعي، لأننا نشهد بالله ونقسم بالله ونعلم ونعلم أنه لا يوجد فيما دون عن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كلمة تخالف ما ذهب إليه أئمة المذاهب أو تأتي بخلاف ما جاءوا. فليست حجة لأحد أن يقول أنت وهابي، نقول من قال هذه الوهابية، نقول هذه الوهابية لا نعرفها ولا نتحاكم إليها، رحم الله الإمام المجدد، ونحتكم إلى الإسلام قبل أن يولد ابن عبد الوهاب والإمام الشافعي قبل أن يولد ابن عبد الوهاب بقرون. نعم. جزاكم الله خيرا. فقلت له يا أخي هذه القضية الآن بين أهل التوحيد أو بين الصوفية مثل ما أنتم تقولون الآن، هذه القضية ستخرج من بين الطائفتين وتدخل بين المسلمين والمسيحيين، وسيحصل داخل الحبشة معركة لا تحمد عقباها. ستخرج بين الطائفتين، من تعني بالطائفتين؟ هو حسب أهل السنة والجماعة. نعم. والصوفية. نعم. والأحباش. نعم. مثل ما هم يقولون. نعم. الآن سيحصل ما يحصل،
إن لم تقف الحكومة بين الطائفتين وتطبق النظام الدستور السابق جميل علنا وتعطي الأولية الأولوية للمواطنين قبل إعطاء الأولوية للأحباش الذين يأتون الخارج. من الخارج بهذه الطريقة نستطيع أن نعيش سويا كما كنا عشنا سويا سنوات عديدة. هذا ما قلت له. وأما بالنسبة لزملائي وأخواني الذين الآن يستمعون إلينا كانوا في أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأوروبا، أنا أقول لهم أنا حضوري هنا ليس تشجيعا للعلماء والشباب على حمل السلاح، يا سلام، أنت المهم، وللخروج على الدولة. نحن أينما كنا دائما مثل ما قال الشيخ الدكتور محمد نطلب الأمان، أن نتعاشى مع الدولة الإنجليزية، ونريد أن تطبق الحكومة نفس الدستور، تعطي وتخرج لنا هؤلاء الذين سجنوا الآن في السجن من العلماء. كم عدد السجناء من العلماء؟ أنا حسب ما سمعت حوالي 17. مثل ما 17 عالما من قيادات العلماء الكبار في إثيوبيا. نعم، في إثيوبيا. وثانيا من غير البقية المسجونين، وعدم الوقوف بجانب الأحباش وليحكموا بيننا بالعدل. إذا هم ادعوا أنهم من المواطنين لهم حق أن يعيشوا في بلادهم، ولا الحق. وثانيا أن يعطوا الأولوية للأمان للأمن، ليستفيدوا عما جرى في العالم حاليا. جميل. لا نناروا نريد ولا نشجع أحدا ولا من علمائنا من خرج يوما من الأيام من الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية بالمدينة، ولا من جامعة الإمام، ولا ملك سعود، ولا جامعة ملك فهد، من أسس جبهة ضد الدولة، ولا واحد منهم ما وقف يوما شجع الشباب ولا أحدا على الجهاد. جميل جدا. هدفنا أن نعيش سويا في بلادنا بالسلم. هذا الذي نريده، وهذا الذي نطلب منهم، ونحن ما زلنا ننتظر الرد من الدولة. إلى الآن ما حصل النتيجة، وإن طيب. شاء الله نحن نحاول بقدر الاستطاعة أن تتواجهوا مع السفير بمشيئة الله. إذن اسمعوا أيها المشاهدون وانقل يا قنوات الإعلام أن فضيلة الشيخ الدكتور جابر بن عبد الله آدم الهرري يقول إننا لم نأمر ولا ندعو ولا نحرض، بل ننهى كل المسلمين في إثيوبيا من حمل السلاح أو المواجهة بالعنف أو الصدام، وإنما نحن نصر وبإلحاح على تطبيق القانون الذي يكفل للمسلمين حرياتهم ويكفل لهم حق تشكيل مجالسهم بأنفسهم، لا أن يفرض عليهم منهج الأحباش أو أن يفرض عليهم ما لا يمكن أن يفرض الأقل القليل منه في الكنائس. معنا اتصال من إيطاليا، الدكتور ناصر علي كاتب وباحث في الشأن الإثيوبي. مرحبا دكتور ناصر. Maybe you speak English. You can start now. Yes, please. Go ahead. Yes. We listen. Brother Nasser. Yeah. Yes, you can talk. Okay. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله. Can you listen me? Yes. Okay, ماشي. Alhamdulillah, for me, really, this is very important occasion. Now, this is the big thing we missed. This is the big thing we missed. We didn't get the media coverage, either international or local media coverage. All the local media coverage are now locked down by the government. The government is even cracking down on the other non-Islamic secular media who are covering the Muslim issues. Therefore, I would like to thank this program and also the guests, the scholars, Dr. Ibrahim, and the other doctors who have detailed understanding of what is going on in our country. Currently, the situation in our country is coming into the new phase. We have been struggling peacefully for 8 months without stoning anything, without breaking
any window without, without making any violence. Such kind of peaceful protests have never been seen in the world. 8 months, more than 800,000, more than 500,000 people gathering together, demonstrating peacefully, demanding their constitutional rights. But unfortunately, the government now is cracking down on the peaceful protesters because it waited for 8 months and it couldn't be successful in making the in provoking the Muslims, the peaceful Ethiopian Muslims. Therefore, in current situation, if the situation actually continues this way, if it continues this way, probably for everything there is a need. We have been peaceful throughout the 8 months. Inshallah, we are also planning to be peaceful throughout till we get our answers, our questions answered. We have three main important questions, or three main important demands, and we have now the fourth one. The first one, as you all know, is we want to have our Majlis al-A'la to be elected by our people, by the Muslims, but not by the handpicked individuals or cadres which are picked by the government. We need to have our institution to be liberated for us. The other demand we have is the only center or the Awliya Center or Majlis al-A'la, no, just Awliya College, it is the only institute we have in Ethiopia whereas other like also the Christianity and also the Protestant and other the Catholic and other religious sectors, they have a number of colleges and other institutions. We have the only institution which is Awliya College, and the government wants also to control this college. The other thing is this is what we want to we want the government to take its hand off of our business, not interfere in our business. And the other ones also, the fourth one actually, the government has also taken hostage of our popularly elected committees, 70 member committees, and some of them were tortured, or probably have been, still the torturing is going on, unfortunately. And we also want our brothers, both the elected members of like 70 committee members and also other prisoners which are imprisoned because they demanded their constitutional rights. Therefore, if the international community, if also the international human rights, also our ulamas are supporting our cause, like the one this program is presenting, then this is what we need. We need coverage. We need international community to understand what we are in. That doesn't mean that we need international interference. This is for sure a domestic issue. We can handle it. But this doesn't mean that we don't need media coverage. We don't need also a Muslim community to understand our situation. This is very important. Dr. Nasser, excuse me to disturb you. But I think your message is, we got the message fully. Thank you very much. I get the translation from the studio. أيها الإخوة، كانت هذه المداخلة بالدكتور ناصر علي الكاتب والباحث من إيطاليا، يقول لنا فرصة طيبة جدا أن نجد من يهتم بهذا الشأن من علماء أجلاء أمثال هؤلاء الحاضرين في الاستوديو، جزاكم الله خير أصحاب الفضيلة. ويقول إن الحمد لله أنه أصبحت هذه القنوات قادرة على أن تنقل ما يتم تحت الشجرة أو في عمق الوادي مما يحل بأي مسلم من أبناء المسلمين في أفريقيا أو في أثيوبيا أو في أي مكان، لكنه يؤكد أن الوضع الآن يتجه نحو الأسوأ إذا استمرت الأمور على هذه الحال، لأن الذين قاموا بالاحتجاج على فرقة الأحباش وفرض منهج الأحباش عليهم، أولئك قاموا ببيان ما في أنفسهم، لم يرموا حجرا، لم يكسروا زجاجة، ولكن للأسف وجهوا بالسجن في هذا الشهر. وإذا استمرت الأمور على هذه الصفة سينفد الصبر، وربما نفقد الكثير. ومن ثم هو يقول نحن
مضينا أكثر من 8 أشهر ونحن نطالب أن يكون لدينا الحق في تمثيل وتشكيل من يمثلوننا. وهناك 3 أو 4 رسائل موجزة. الرسالة الأولى يقول أن المؤسسة التي تمثل المسلمين لا يجوز أن يؤتى بالأحباش ليفرضوا على المسلمين من هو الذي يقودهم ويحدد منهج قيادتهم وخارطة طريق مشاريعهم في الوجود على الأرض الأثيوبية. هذا أمر مرفوض تماما. الأمر الثاني أن المؤسسة الكبيرة التي يملكها المسلمون في أديس أبابا وهي الأولية لا تملك إلا كلية واحدة ومدارس تحتها، في حين أن الديانات الأخرى والطوائف لديها جامعات وتمنح شهادات الدكتوراه ولديها كنائس كبيرة ولديها مؤسسات ضخمة جدا ذات نشاط تعليمي واجتماعي وطبي وغير ذلك. الأمر الآخر أن اللجنة المكونة من الشعب حاليا تقوم برفع هذه القضايا قانونيا وللأسف لم تجد أي استجابة. ومن ثم فإن الدكتور ناصر علي من إيطاليا يدعو جميع المشاهدين أن يستمروا للذب والذود والحياض عن واقع إخوانهم ورفع هذا الظلم عن إخوانهم المسلمين، وأن لا يمكن للأحباش على رقابهم في ظل وجود قانون علماني يمكن كل طائفة أن تقرر مصيرها بطريقتها وبخارطتها التي تراها مناسبة. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم الحبر له تعليق على ما سمعت، تفضل دكتور إبراهيم. حقيقة المسلمون يعني حين شكلوا لجنة للتفاوض مع الحكومة في مطالبهم، شكلوا لجنة ليست لم يأتوا بها من خارج البلد ولم يأتوا بها من الغابة ولم يأتوا بها من بل أساتذة جامعات ومتعلمين وصحفيين وأناس يعملون في الشأن العام. فخلال التعريف الذي رأيته على الفيسبوك بهؤلاء الأشخاص، وبعضهم أنا يعني بحكم عملي سبقا عملت أعرفهم، يعملون ليل نهار وفي ضوء النهار ثم في يعني مع الحكومة ومع أجهزتها ومع كل الأجهزة، يعني لم يأتوا بشخص مجهول أو أشخاص كانوا يحاربون الحكومة في الغابة أو أشخاص أو ناس، أن هؤلاء جاءوا بأشخاص قادرين، علماء، متحدثين، خطباء، وناس يعني عاملين في الشأن العام، عاملين في التنمية، لهم أثر في التنمية، تجار، وناس معروفين. فما الذي يجعل الحكومة ترفض مخاطبة هؤلاء الذي اختارتهم الحكومة لأنهم على هذا المستوى يحملون شهادات عليا ويحملون ولهم كتب تباع وتدر مكتوبة في السوق، وترضى بأن تتحامل معهم مع البندقية فتسجن رجل أستاذ جامعة فتسجنه لرأيه أو لوجهة نظره ولم تتحاور معه؟ من حق هؤلاء المسلمين أن تتحاور الحكومة مع القيادة الذي اختاروها وليس القيادة الذي تفرضها، لأنها إذا فرضت قيادة هي تتحاور مع نفسها هي ولا تمثل الناس في شيء. لكن أنا أشكركم دكتور إبراهيم. أتمنى من دكتور جابر أن يوجه رسالة مختصرة في ظل ما تبقى من الوقت معنا، وإن لا بأس أن يوجه رسالة بالعربية وبالأمهرية يعني أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ألا وهي أن 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 يعني أن المجتمع الإثيوبي المسلم مجتمع شافعي المذهب، فلا حاجة أن يستورد له منهج الأحباش ولا منهج الرافضة الاثني عشرية من إيران. وفي هذا المذهب الشريف الكريم الذي عاش قرونا وحقق تعايشا مع جميع الطوائف كفاية وغني عن استيراد مناهج مفروضة. يمكن أن ترسل هذه الرسالة بهذه اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة قيمة. نعم. وسبق حتى رسالة أرسلت لي. نعم الكاميرا دكتور. أرسلت الرسالة لرئيس مجلس الأعلى. نعم. وناشدته بالله عبر الإنترنت. وقلت له يا أخي سبق قبلك من أصبح رئيس المجلس الأعلى فلان وفلان، وفي أيامهم لم نجد أي خلل ولم نجد أي مشكلة بيننا بين المسلمين وبين الدولة، فأنت الآن بيننا وبين الدولة، وإن حصل هناك أدم شخص واحد بسببها الأحباش فأنت المسؤول أمام الله، فعليك أن تدرك نفسك
قبل أن ترحل من الدنيا. جميل. إن سمع أو يسوي ما سندري. وعلى كل فأنا أوجه باللغة المحلية وبليان إسلام وتقالي بكم أجرتن شفتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نموني أرانتن أجرتن خوجي والكن ما جرخون دكتور إبراهيم حبر دكتور سعد البريك والدكتور محمد سعيد محمد سعيد هريتنا أركني علماء قرق الداخلة في بلد مهبة الوحي ومطلع فجر الإسلام إساني وجي والكن نمني ركوتين ياتبيتي خيس جرتو أكمن قستي بيتناتي بسنهي سنقلون هيري قد تناف يا علماءنا وطلاب العلم أينما كنتم بكم جرات تنتو جرات لا أكم در أدب إسيني خنتي قرادي بالمواسيتين هكا خيني بربادون تدراتي من قستين هيرا سقنتالة فخايت أكتن سيني هكا إسلام خيجت واحد تلميسا أمة أحباشة خالة في لبنان في جناء رابطة أمة بيا كمين سديسة ورى علمائي كمركز أولي ياجرو أكا باستوكاي أكا هدارة نوباسا إسلامني هركواي باتي إيغا من قستين بيت إلى هنغا أرانتنا نغيا وجين تر ركون أرادهم تتويو بكتنا خاتي ركو سومالي سنت ركو بي أداد دا سنت ركو يمني منجستين والرئيسين مريتون بطانا سيئة والرئيسي جلجر إفجال لالتي أكا أمني نغي أركتو لالتي وان كان كاكوبا قباتو سغنتاك أبن أكا هجير رأول تنقفة خراغة وحباجة لاتين أراتي تيسنيس جامعة تيس كوليج تيس يونيفرسيتي تيس مقالة خيسة تيس كنتيبة تيس إسلامي وأنا كان ناد دلقي جاني مقاو هاي وجين تر يو إسان در كمان نخيسة في دمالي تناف جتشا الرسالان تيتنا وصلى الله على نبينا محمد. شكرا فضيلة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يجزيكم ضيوفنا الكرام خير الجزاء على تجشمكم المشاق والسفر. دكتور محمد قدم إلينا من مكة جزاء الله خيرا. وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحبر وفضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي وفضيلة الشيخ الدكتور جابر عبد الله آدم الهرري على مشاركتهم المتميزة. وأشير إلى أننا طلبنا من فضيلة الشيخ الدكتور جابر أن يتحدث باللغة الأمهرية أو المحلية لأن معنا مجموعة من القنوات ومن بينها قنوات تبث من داخل أفريقيا وتستهدف الفئة التي تتكلم هذه اللغة. ختاما معاشر المسلمين تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. المسلمون يجب أن يكونوا صفا يدا قولا قضية واحدة. إذا عشنا بهذا النفس وبهذا التتابع وبهذا التداعي إلى قضايانا لن يتفرد أعداؤنا في كل يوم بأحد في واد أو في صقع من أصقاع الأرض. أسأل الله أن يرفع الكربة عن المسلمين في أثيوبيا وأن يفك أسر المأسورين من العلماء الذين سجنوا في أثيوبيا وأن يفك أسر المأسورين من جميع العلماء المسجونين في بلاد المسلمين أجمعين. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم أننا بعد الفاصل سنستأنف حملة عن إخواننا المسلمين في بورما وأراكان فتابعونا وكونوا معنا مشكورين جزاكم الله خير الجزاء. ولا نستغني عن اقتراحاتكم على موقعنا في تويتر أو في الفيسبوك أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني nibras@hotmail.com nebras@hotmail.com. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.